السلام عليكم ورحمة الله الأصدقاء العشرين. اليوم الخوت كنت واجد في مارينا، كنت واجد في مارينا، والصراحة قال غادي من هنا وهي تباليات بلاصة تبارك الله فيها الربيع وفيها الخير وما كاين لا شتا لا والو، وكنشوف تبارك الله هاد الارض تبارك الله سبحان الله العظيم، هاد الربيع اللي نايض فيها بلا شتا بلا والو، بحال زعما الخوت هاد البلاصه اللي ما صابها لا شتا هنا لا والو، وهنا نايض الربيع. راح انت هاد الناس جاو للريف كما كنقول لكم، طنجة، تطوان، الرينكو، مارتيل، حسيمة، الناظور، كما كنقول لكم هاد البلايص واخا ما كتكون شايفينهم الشتا سبحان الله العظيم كيكون فيهم الربيع، كيكون فيهم الربيع وكيكونوا فيهم تلمة، كيكونوا تل عيون ديال الماء عندهم. على الصراحة قال كما كنقولوا هاد الناس كما كنقولوا هاد الجبالة وهاد الريف راضي عليهم الله، راضي عليهم الله في الدنيا وفي الآخرة. الصراحة قال كما قلت لكم كنوجه الرسالة لخوتي المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، كما كنقول لكم راه الوفاء، كما كنقول لكم الله راضي عليهم، بحالاش راضي عليهم الله. أنتم كما كتشوفوا، شوفوا دابا الطبيعة لا شتا لا والو، شوفوا الخير تبارك الله، أنتم شوفوا الخير ديال الله، شوفوا الخير ديال الله سبحانه، ها أنتم الإخوان شوفوا الخير ديال الله سبحانه، شوفوا الربيع تبارك الله بلا شتاء بلا والو، الخير عندهم تبارك الله. لأنه علاش الخير عندهم؟ هاد الناس مرضيين كما قلت لكم الخوت، هاد الناس مرضيين كما قلت لكم. وشوفوا سبحان الله العظيم الشتاء راه جايه، تا تقول الشتاء راه باغا تصب وما كتصب شيء، تا كتبغي تصب الشتاء وديها الاخوان وما كتصب شيء. سبحان الله، داكشي عاد يالله. الا قال لك الا بغاتك الدنيا راه في واحد الساعه، شوفوا الدنيا تبارك الله هنا كما قلت لكم غزاله، هنا عندهم طبيعه والخير. هو الصراحة قال العشرين، أنا ماشي كما كنقولوا لا حاصل كابا ولا بروتي، الصراحة قال أنا روافة كاملين عندي في القلب. علاش عندي في القلب؟ كيعترفوا بيا، الصراحة قال كيعترفوا بيا، كيعترفوا بيا وعزيز عليهم أنا، الصراحة قال أنا عزيز على روافة الخوت، كما قلت لكم أنا عزيز على روافة. والدنيا هنا تبارك الله كتبان لكم غزاله هنايا، شوفوا الخير ديال الله سبحانه، الطبيعه خير موجود. كما قلت لكم الخوت، انا شنو شي واحد كيقولوا لي بدل المحتوى، كله وكيفاش القناه ديالو، كله وكيفاش القناه ديالو. أنا المحتوى ديالي هي بحال ما كا نوريكم البلايص الزوينين، كما كنقول لكم كنوريكم البلايص اللي يفرحوكم ويفرحوا لكم القلوب ديالكم ويفرحوا لكم الوليدات ديالكم. كما كنقولوا بغينا نعرفوا كل بلاد، كل بلاد والمرتبة ديالها، كما كنقولوا كل بلاد والرقم ديالها. والدنيا أنا غزالة، أنا الدنيا شوف تبارك الله الطرقان عندهم هنا كيديرين، شوف هاي الارض عندهم هنا، شوف 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 الدنيا نقيه هنا، انت كتشوف لا بونت ديال الكار ولا ازبال ولا والو، الدنيا نقيه، شوف الجرده كي دايره حتى هي، الدنيا نقيه عندهم هنا. شوف يا اخي العزيز على طرقان عندهم كي دايرين، على طرقان كي دايرين، ولا طرقان عندهم كيديرين. بلا طرقان عندهم كيفاش عاملين هنايا.
والصراحة قال من جيت قاضي هاد الماء كما كيقولوا كاينه أزمة كيقول لك الماء راه قليل ما كاين شيء. عندنا الماء موجود هنا في المغرب، عندنا العيون تبارك الله موجودين ما كيخواوش ليل ونهار، هما كيكبوا الماء. ولكن الصراحة قال اللي خدم البلاد ما كاينش كما كنقولوا العوين ما كاينش في الرجول، العوين ما كاينش الاخوه، العوين ما كاينش كما كيقول لك ايد وحده ما عمرها تصفق. ما عاون اوكي دير هاني لا له قال الله يخليك الوالده والله يرحم لك الوالدين. عادي الحو صافي الله يرحم لك الوالدين، الله يخليك الوليدات، الله يجازيك بالخير والإحسان، الله يخلف عليك. هلا قالب ليه؟ لا كندير الفيديوهات المواضيع البيت اللي زوينين. باش كنشر الداخل درت فيديو دابا هنا قلت لهم رواف أنا لا شتا لا والو والله راضي عليهم. شوف سبحان الله العظيم الربع كاين هذا عندهم والخير. الله يرحم لك الوالدين. الله يخلي لك المعز عليك، الله يحفظك، الله يحفظك يا صديقي. وقف واحد السيد دابا مسكين بالطومبيل وعيط عليا قال لي عندك تصورني؟ قلت له لا ما غاديش تبان، وراه عطاني واحد البركه هي شديتها درتها في يدي ومازال ما قلبتهاش. وفعلا واخا غنقلبها قليل ولا كثير الله يجعل شي بركه، واخا كما كنقولوا واخا قيمة خبزه وبراد ديالها الله يجعل البركه. علاش الصدقه دايزه في الايتين؟ الايتيم اللي عطيتي شي حاجه دايزه فيه بالرجوله. كيرزقك الله قصر في الجنه. كما قلت لكم العشران اللي عند امه باقي حيه وبا باقي حي الله يطول لهم في العمر، الله يخلي لهم وليداتهم، الله يجازيهم بالخير والاحسان. انا الخوت شوفوا الناس كيفاش كتعيش هنا. شوفوا الناس كيفاش كتعيش هنا، الناس المرضيين الخوت كما كنقول لكم الناس المرضيين. شوفوا الناس المرضيين كيفاش كتعيش، شوفوا الناس المرضيين كيفاش كتعيش. شوفوا الناس المرضيين كيفاش كتعيش. هاد الناس كنشكرهم وكنشكر لهم الوالدين ديالهم، كنشكرهم وكنشكر لهم الوليدات ديالهم. هاد البلايص اللي وريتكم دابا اللي ساكنين فيهم الناس دابا الصراحه قال بحال هادو كيتسموا مرضيين، مرضيين الوالدين، مرضيين الوالدين بحال هادو اللي ساكنين هنا. مرضيين مرضيين، وانا تانا من عندي نزيدهم الرضا، تانا من عندي نزيدهم الرضا، نزيدهم الرضا ديال الله وديال الوالدين. لانه علاش الصراحه قال انا الناس كاع اللي كيكونوا كما كنقولوا دير علاش يرجع ودير السكن لوليداته وعايش هو ووليداته مرتاح. كنفرح ليه، كنفرح ليه. وسبحان الله العظيم مني كتشوف بحال الرجال كيبان لك وجهه زوين، كيبان لك وجهه احمر، تحشم منه تعيش، تحشم منه تشوف فيه. والله العظيم كيكون الله سبحانه عاطيهم واحد الهيبه، كيكون الله سبحانه عاطيهم واحد الهيبه. هو الدنيا كي دايره الخوت، هو الدنيا هنا كي دايره شي حاجه غزال هنا. وكاين الكرياج هو فينا هو الكرياج والحيط كما كتشوفوا فيه. والصراحة قالش انا كنوريكم بحال هاد الفيديوهات، كنوريكم الرجال فين واصلة، كنوريكم الرجال فين واصلة. كما كنقولوا الاحترام للرجال، الاحترام للرجال اللي كما كنقولوا واقفين وقفة نضالية. علاش واقفين وقفة نضالية؟ كما كنقولوا هما اللي موقفين المغرب، كما كنقولوا رجال هادو كيكونوا عزازين عندي. علاش هما اللي موقفين المغرب كما كتشوفوا،
كما كتشوفوا على بني وعلى سوحاف وعلى شي حاجه زايده، انتما كتشوفوا الرجال علاش قاده. الدنيا نقايه الخوت، الدنيا نقايه هنا. شوفوا الكازو، شوفوا الجرادي والطرقان، الطرقان كيفاش عاملين هنايا. الدنيا نقايه، والصراحه نقول لكم العشرين ببرد وكتامة، الصراحة قال ضروري خصني نمشي ليهم تاهما. علاش خصني نمشي ببرد وكتامة؟ كاين جبال واعرين تما، كاين جبال واعرين وكاين الطبيعة زوينة تما، كاين ما يتشاف تما وكاين ما يتصور تما. هادشي اللي كنقول لكم الخوت، راه في كتامة هذا، كتامة شي حاجة هي زايدة، فيها تحف، يا بلاي زويني. الصراحة قال انا كنطلب المساعدة من الرجال داخل الارض الوطن وخارج الارض الوطني، تعاونوا معايا. اللي عطاوها لي نتسالى الصراحة قال، كنضرب كاميرا على فيديوهات باش كنصورهم ونصيفطهم لخوتي المغاربه. يلا الخوت، بارطاجيو الفيديو، الله يسهل عليكم الدنيا والآخرة.